لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية. استقبل رئيس الجمهورية قايد سعيد مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج السيدين كمال الفقي وزير الداخلية وميراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وتناول الاجتماع الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه لابد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة، وهي تهجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا. وهؤلاء الذين يفقدون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينقلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر. وشدد رئيس الجمهورية على أن الإدارة ثابتة والعزيمة لن تلين، ونحن جاهزون لصد الفساد، وكل مسؤول في الدولة عليه التدخل لحماية الفساد من البلاد. وقال الرئيس قايد سعيد أن الفساد منتشر بشكل كبير مع المسؤولين، ويردون تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى يستفيد منها سياسيين وهؤلاء الذين يفقدون الأموال الفاسدة، وعلينا التدخل لحماية الدولة التونسية.